مخليفي رئيس الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الرقمية ورئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية. حيت نقول لكم الحمد لله اليوم المغرب غادي يستضيف بمدينة الدار البيضاء تستضيف حدث فريد من نوعه اللي بشهادة الأمين العام ديال الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية إي سبورتس سوبو بانتوتوفسكي اللي تشهد بأن هذا الحدث هو تاريخي في عالم الإي سبور دونك اللي لأول خطرة غادي تلعبوا لي كاليفيكاتيف أون بريزونسيال حضوريا 17 دولة غتجي من إفريقيا تتنافس على بلاصات ولا لا دي بلاص هاد المؤهله بلاصات مؤهله لي سان تورنوا كي كاليفيكاتيف بور لي شامبيونات دو موند اللي غيكونوا في الرياض دونك فريده من نوعها وهذا الشيء الحمد لله بمجهودات ديال سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله اللي داخل في السياسه ديالو ديفلوبمون سود سود واللي الحكومه تاعو تترسخوا ومشكورين الوزارة تاعنا الوصية اللي الوزير ديالها هو السي بن موسى اللي تدعمنا السي بن سعيد اللي تدعمنا حتى هو وزير ديال الثقافة وديال لا جونيس ديال الشباب وديال التواصل والسي فوزي القجع كبريزون دو بيدجي هاد الناس كلهم هاد الوزراء كلهم تدعمونا وتعاونونا ما نساوش حتى هنا حتى السيد الوالي اللي حتى هو ما تيبخلش بالجهود ديالو باش يعاوننا سميت لا ميريس مدام نبيلة دكتور نبيلة الرميلي حتى هي اللي تتعاوننا الجهه دونك هادشي كله الحمد لله بهذه المجهودات وهاد الناس اللي تدعمونا استطعنا ننظموا هاد التظاهره لانها مفخره للمغرب ومفخره لافريقيا بحال اللي قلت لكم هذه فريده من نوعها.